في الفيديو ده هقول لحضراتكم how to add activities or resources on Moodle. في الفيديو ده هقول لحضراتكم ازاي ان احنا نقدر نضيف 2 من الاكتيفيتيز التانيين وهما الديسكشن فورم والاساينمنت. بعد ما بنكتب اللينك بتاع الموقع وبنعمل لوج ان نعمل turn editing on. ونروح على المكان اللي احنا حابين نضيف فيه discussion forum. ليكن مثلا ان احنا هنفتح لهم discussion forum في week 2 علشان يبعتوا الاسئلة الخاصة بيهم عليها. علشان يبعتوا الاسئلة عليها. وهنسميها week 2 discussion فورم وهنسميها week 2 discussion forum وهنكتب الديسكريبشن الخاص بيها سواء مدة معينة هنفتحها او ايه الاسئلة المتاحة يبعتوها من خلال الفورم. لو حابين ان هي تبقى available للطلبة من في مدة معينة ممكن نختار الديتس. لو حابين ان هي تبقى موجودة طول الوقت مش هنحدد وقت معين ونعمل save and return to course. بعد ما بنرجع بنلاقي الفورم اتضافت في المكان اللي احنا اخترناه. ولو دخلنا عليها ممكن نختار ان احنا نضيف a new discussion topic. لو حابين ننظمها بشكل معين لكل الليسون ان هم يبعتوا اسئلتهم في topic منفصل. وبنكتب لهم في المسج عنوان المحاضرة او المدة اللي احنا هنسمح لهم بالاسئلة بيها ونعمل post to forum. لو حبينا نشوف ازاي الفورم دي هتظهر للطلبة هنلاقيها ظهر لهم في الويك اللي احنا ضفناه وجواها التوبيك زي ما احنا مقسمينه ويقدر كل طالب ان هو يبعت عليها reply. الاكتيفيتي التاني اللي احنا عايزين نعرف ازاي نضيفه هو ازاي نعمل assignment للطلبة من خلال المودل. هنعمل add an activity ونختار assignment. نعمل expand all علشان نشوف كل الفيتشرز المتاحة لنا ونسمي الassignment باسم التوبيك او الويك اللي هو فيه. لو حابين نكتب له description معين ايه الموضوعات اللي داخلة المدة الزمنية. لو حابين نحط لهم template معينة يشتغلوا عليها يرفعوا من خلالها او extra resources يقروها او schedule لو احنا مقسمينهم في مجموعات معينة. هنا في الافيلابيليتي بنعمل enable على allow submission from وال due date ونختار التاريخ اللي احنا عايزين نفتح فيه للطلبة ان هم يقدموا السبمشن بتاع الassignment في خلالها. وبنختار الفيتشرز بتاعت الفايل اللي هيترفع عدد الفايلات اللي هيرفعوها maximum قد ايه والسايز بتاعها قد ايه ونقدر نرفع فايلات نوعها ايه لو احنا طالبين منهم تاسك معين على هيئة PDF او وورد او اي نوع اخر بنقدر نختاره من هنا. لو طالبينها PowerPoint Presentation برضو بنقدر نختارها. في الكومن موديل سيتنجز بنشوف لو هو هيبتدي هنخليه شو اون كورس بيج في الوقت الحالي ولا هنعمله هايد ونظهره في وقت معين. هنا في الجريد بنختار الطريقة اللي احنا هنعمل بيها جريدنج. عادة بنختار البوينتس وبنختار الدرجة الماكسيمم للطلبة على الاساينمنت دي. هنا في الجريدنج ميثود بنقدر نختار ازاي نعمل grading according لروبريك معين ولا بنختارها simple direct grading. الدكتور هيدخل ويشوف السبمشن ويحط الدرجة. هنا نقدر نختار الدرجة الكات اوف بوينت اللي عندها يعتبر pass or fail للassignment. ولو احنا حابين ان الدكتور اللي بيصلح ما يبقاش شايف مين البارتيسيبنتس برضو بنقدر نختار blind marking من هنا. وهنا برضو نقدر نختار ان الطلبة ما تعرفش مين الدكتور اللي صلح لها. لو احنا حابين نعمل allocation لدكتورز معينة على assignments معينة يصلحوها بنختار use marking flow. بتظهر لنا allocation بنختار yes. لو احنا حابين ان هو دكتور معين هو اللي هيدخل يصلح مش حابين ان احنا نقسم الابحاث بنختارها no. وهو ده الديفولت اللي بتكون عليه. هنا لو احنا حابين ان احنا نضيف restriction معين ان هم يخلصوا activity معين ويمارك as completed او ان احنا لو احنا مقسمين الطلبة في groups معينة ان هو يرفعوا من خلالها
او ما الى ذلك. بعد ما نتأكد من التاريخ اللي بيتفتح فيه السبمشن ومن نوع الفايل اللي احنا محتاجين الطلبة يرفعوه، نعمل save and return to course. هنلاقيها اتضافت عندنا، ولما بندخل عليها بنلاقي قد ايه من الparticipants موجودين على الكورس، قد ايه من الassignment submitted، وكام واحد فيهم محتاج يتصحح. ولو احنا حابين نشوف كل السبمشنز بنختار view all submissions، بتظهر لنا كل السبمشنز اللي موجودة من الطلاب. كده في الفيديو ده احنا قلنا ازاي نقدر نعمل discussion forum نتواصل من خلالها مع الطلبة، وازاي نقدر نضيف لهم assignment كcontinuous assessment خلال الكورس بتاعهم. بتمنى الفيديو يكون فات حضراتكم.